طيب حضرتك ممكن تجيب لي موبايلك؟ موبايلي طيب. هو مقفول مقفول عادي. اتفضل. طيب الموبايل اهوت، انا هفتح الآلة الحاسبة. ممكن حضرتك تفكر في رقم من 1 لـ 1000، اي رقم حضرتك يخطر في بالك. كام حضرتك؟ 999. 999. في طيب ممكن حضرتك تفكر في اكتر لعيب كرة حضرتك بتحب رقمه كام؟ 10. في حد بيرن؟ كنسل؟ ايه في عليه دلوقتي؟ طيب حضرتك رقمه كام؟ 10. 10. 10 في طيب قول لي كده حضرتك اخر 3 ارقام في رقم موبايل حضرتك. 3 صفار. 1 2 3 في. هو الايفون ما بيكتبش اصفار. طيب حضرتك ممكن تقول لي اكتر رقم حضرتك بتحبه؟ 3 سبعات. 3 سبعات؟ في. طيب حضرتك ممكن تقول لي، حضرتك ممكن تقول لي مثلا شهر ميلادك؟ 7. في. يوم ميلادك؟ 7. 7 في. طيب انا اعرف ناتج الارقام اللي هتطلع دي كام؟ لا. طيب حضرتك ممكن تكتب رقم انا ما اعرفوش، اكتب رقم حضرتك كده انا ما اعرفوش واضغط يساوي. ماشي. اضغط يساوي. تمام. ظهر ناتج. ظهر ناتج. كبير؟ كبير طبعا. طب ممكن توري لي الكاميرا وانا هنزل تحت عشان ما اشوفوش؟ تمام يا برادر. تمام. حضرتك ممكن تفكر في الرقم الاولاني؟ الرقم الاولاني من الشمال؟ اه. تمام. الرقم الاولاني كان 7. مظبوط. طيب الرقم الثاني 0. مظبوط. 0. مظبوط. 8. مظبوط. 9. مظبوط. 0. فاضل لك رقم 0. مظبوط. طيب بنتج الآلة الحاسبة، انا هجيب هنا كوتشينا. ايوه. خلي حضرتك عشان نكمل كده بس مكملين. تمام. كوتشينات كلها مختلفة. تمام. ممكن حضرتك تختار اي كارت وخلي الموبايل في ايدك. اي كارت. اي كارت. ماشي. تمام. ما توروش الكاميرا. ماشي. حط حضرتك قدامك احفظه بس. اوكي. تمام. طيب حضرتك ناتج الآلة الحاسبة ده 7 0 0 8 9 0 0. تمام. حضرتك الكارت اللي حضرتك سحبته ده ما توريهوش لحد، علشان لو اتحط قبل الأرقام هيبقى رقم مدير القناة. رقم مدير القناة؟ لحظة بقى كده. أيوه. حضرتك أستاذ عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد. تصدق صح؟ ده فعلا حضرتك ممكن اقول لو قلت الشبكة. لا لا خلاص خلاص يعني خلاص. زيرو كام؟ خلاص احنا عرضنا كده الرقم الاولاني. لا خلاص خلاص هو انت بتتكلم صح. حضرتك اللي اخترت الارقام. اه انا اللي اخترت الارقام. بس رقم تليفون رئيس القناة يا محمد. مظبوط. طب انت لوحدك؟ قاعد مع حضرتك اهو. تعرف حد اسمه وازع؟ وازع؟ لا ما اعرفش وازع. هو ده؟ يعني متأكد؟ متأكد. تعرفوش؟ متأكد. تعرفوش. ولا هو يعرفك؟ مش عارف. طيب.